المحليات الأصايل، في شعارات أبناء القبائل، في شعارات أبناء الخليج الحاضرة في ميدان المرموم. المقدمة هذه النوعية الجميلة من الأصايل في عالم الأصالة والناموس والفوز، نسير مباشرة نبحر في عمق الميدان. وهذه منصورة، منصورة فري بن علي بن حموده الظاهري يقدم منصورة تتربع على المركز الأول بأداه الجميل. الظبي في المركز الثاني، سيف بن محمد بن حيروم المحرمي على المركز الثاني مع الظبي. أما المركز الثالث هذه شواهين، لا راشد بن سيف بن راشد القبيسي يتقدم على المركز الثالث في هذه اللحظات، بينما المركز الرابع، رابع المراكز أشوف الدخول والتدخل من فزعة، فزعة مطر بن مبارك بن محمد الوهيبي يقدم فزعة على المركز الرابع، بينما المركز الخامس هناك التواجد من برشلونة تقدمت في هذه اللحظات، محمد بن علي بن عبيد بن رشيد الكتبي تتقدم في هذه اللحظات وفي المركز الخامس، بينما المركز السادس هذه تواجدت مصيحة لمحمد بن عتيج بن عبيد بالهلي، وهناك التواجد للشاهينية عبيد بن سلطان بن عبيد بن مرخان الكتبي على المركز السادس. ناخذ ونشوف المركز السابع في هذه اللحظات، في سابع المراكز تتقدم في هذه اللحظات وتتقدم في هذه التحديات شواهين لا راشد بن سيب الراشد، ودخول في هذه اللحظات في هذا الاندفاع في هذا الانطلاق، وصلت أبرار لحمد بن علي بن حميد بن عبد الله بن أحمد المسند، وصلت في هذه اللحظات، بينما المركز الثامن، ثامن المراكز هذا التدخل من صواب لخالد بن صبيح بن سالم الغيلاني تتقدم، بينما المركز التاسع في هذه اللحظات شوف تاسع المراكز مزون لمحمد بن سعيد بن راشد بن محمد الكتبي، وعاشر المراكز هذه ملهمة لعبد الله بن سالم بن مطر بن حميد الشامسي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعبد عشر المراكز الأولى في الشوط التاسع مع الإذاع، مع أشواط الإبداع، مع أشواط الإمتاع في ميدان المرموم، وفي الجزء الأخير من هذا الموسم، الجزء الأخير من هذا الموسم القادم مشاهدين العزاء، إلى هذا الانطلاقات، إلى الختاميات، إلى المهرجانات الكبيرة والجميلة. يا سلام، شوف الانطلاقات، شوف التحديات، عودة إلى المركز الأول، إلى المركز الأول، الظبي 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 على المركز الأول، سيف بن محمد بن حيروم المحرمي يقود مساري هذا الشوط. ركز يا أبو حمود، ركز في هذا المسار وفي هذا الانطلاق، وركز على هذا الموقع بالذات، هذا الموقع المركز الأول، أمنية الجميع. يا سلام، هناك الانطلاق مشاهدينا الاعزاء، فزعة فزعة مطر بن مبارك بن محمد الوهيبي على المركز الثاني، بينما المركز الثالث التواجد والتقدم من شواهين لا راشد بن سيب بن راشد القبيسي يتقدم على المركز الثالث. هناك المركز الرابع، منصورة لفري بن علي بن حمودة الظاهري يتقدم مع منصورة على المركز الرابع. المركز الخامس الشاهينية عبيد بن سلطان بن عبيد بن مرخان الكتبي يتقدم في هذه اللحظات، ولكن هنا التواجد من مصيحة محمد بن عتيج بن عبيد بالهلي يقدم مصيحة على المركز السادس والمركز السابع. هنا سابع المراكز، هذه برشلونة لمحمد بن علي بن عبيد بن رشيد الكتبي يتقدم في هذه اللحظات، بينما هناك نشوف المركز الثامن، ثامن المراكز مشاهدين العزاء متابعين الكرام، هذه ثامن المراكز
المراكز تقدمت فيه ووصلت في هذه اللحظات وتقدمت هذه أبرار. أبرار وحمد بن علي بن أحمد بن عبد الله المسند يقدم أبرار مشاهدينا العزاء بهذا الانطلاق وهذا الاندفاع. بينما المركز التاسع وصلت في تاسع المراكز صواب لخالد بن صويح بن سالم بن عوف الغيلاني يتقدم في هذه اللحظات. بينما التواجد لمزون لمحمد بن سعيد بن راشد بن محمد الكتبي هذه العشر المراكز ندان الثاني للعشر المراكز في هذه الانطلاقات وفي هذه التحديات الجميلة. عوده إلى المراكز الأولى، عوده إلى الانطلاق الأول في أرضية ميدان المرموم، في هذا التواصل الجميل، في هذه التحديات الرائعة والجميلة على أرضية هذا الميدان. نسير مع المركز الأول، نسير مع الانطلاق الأول. الظبي سيف بن محمد بن حيروم المحرمي يقدم الظبي، يقدم الظبي على المركز الأول. تسيطر سيطر فزعة فزعة مطر بن مبارك بن محمد الوهيبي في هذه الانطلاقات وفي هذه التحديات في هذا الانطلاق الجميل والرائع. يا سلام يا سلام، شواهين لراشد بن سيب الراشد القبيسي على المركز الثالث. على المركز الثالث المركز الرابع منصورة لفري بن علي بن حمودة الظاهري يقدم منصورة في هذا الانطلاق. بو خليفة كذلك بهذا الشعار الذي يعرف عالم الأصالة وتحديات الفوز والناموس. يا سلام يا سلام يا سلام، برشلونة محمد بن علي بن عبيد بن رشيد تتقدم في هذه اللحظات. الشاهينية العبيد بن سلطان بن عبيد بن مرخان الكتبي كذلك متواجدة في هذا الشوط. وعودة مع الألف وميتين، مع الألف وميتين وبمحيروم، بمحيروم وشعاره الله 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 يا أبو حمود الله على هذا المسار وهذا الانطلاق. يا سلام يا سلام يا سلام، هناك على السيطرة الظبي، الظبي سيف بن محمد بن حيروم المحرمي على مقدمة الشوط، وعلى مقدمة الشوط على المركز الأول على الانطلاق الأول. المركز الثاني فزع مطر بن مبارك بن محمد الوهيبي. يا سلام يا سلام يا سلام، على المركز الثاني. المركز الثالث شواهين راشد بن سيب بن راشد القبيسي على المركز الثالث. ولكن ولكن عوده إلى المركز الأول، عوده إلى بن حاروم، عوده إلى اللي مقدمه هذا الأداء الجميل الظبي، ظبي الميدان، ظبي الميدان. ولكن الوهيبي، الوهيبي مع فزعة 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 مطر بن مبارك بن محمد الوهيبي. ولكن السيطرة لا زالت الظبي صامدة، لا زالت الظبي، ولكن الوهيبي قادم قادم ومقدم لنا فزعة 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 على مقدمة الشوط. فزعة على المركز الأول غيرت إلى المقدمة. هناك على المركز الأول هذه فزعة مطر بن مبارك بن محمد الوهيبي يتقدم مع هذا الأداء. سلام يا أهالي السلطنة، سلام صباحي على هذه الانطلاقات من ميدان المرموم. وهذه فزعة 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 مطر بن مبارك بن محمد الوهيبي تعلن الفوز في هذا الشوط وتعلن الناموس. تهانينا على هذا الفوز وناموس بالمركز الأول. ما شاء الله، منصور في الأمتار الأخيرة لفري بن علي بن حمود الظاهري في المركز الثاني، والمركز الثالث الظبي لسيف بن محمد بن حيروم المحرمي، والمركز الرابع عندك يا بن حلوكة ملهمة لعبد الله بن سالم بن مطر بن حميد الشامسي. أو المركز الخامس، شفت الخامس يا بن ضبيب، رقم واحد هاي الشاهينية العبيد بن سلطان بن عبيد بن مرخان لكتبي. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، وهذا التوقيت الزمني هو لحظات وصول اللي هي فزعة في توقيت زمني مقداره 9:28 بالوفاء والتمام. تهانينا مشاهدينا العزاء لمطر بن مبارك بن محمد الوهيبي على فوز فزعة بالمركز الأول، وسلام لأهالي السلطنة، سلام صباحي جميل من أرضية ميدان المرموم. بينما منصورة في 9:30 بالوفاء والتمام، فري بن علي بن حمودة الظاهري في أداها ما شاء الله الجميل وانطلاقتها في الأمتار الأخيرة. بينما المركز الثالث
تسع دقائق 30 ثانية، ثلاثة أجزاء من الثانية اللي قدمت تنافس جميل الضبي سيف بن محمد بن حيروم المحرمي. تهانينا والناموس للجميع. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأفاضل، ها هي الانطلاقة لشوطنا العاشر، تمت بعون من الله تعالى وتوفيقه. شوطنا العاشر الخاص هنا أيضا بالإقامة.